قدمت اليوم للترشح في مقر اللجنة الانتخابية بمدينة كلبا رغبة مني في المشاركة لانتخابات المجلس الاستشاري وبتشجيع من الأهل والأصدقاء وكذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه على ترسيخ دعائم الشورى ومشاركة المواطنين في نقل الصورة الواضحة لواقع القطاعات المختلفة وتحديداً مشاركة المرأة الفعالة في تنمية المجتمع ككل. اليوم أنا أمثل مدينتي كلبا وقد وضعت نصب عيني مجالات محددة وهي التعليم والتوطين والصحة والإسكان، كما أني تطرقت لمجال الرخص التجارية والمقاولات الإنشائية، وأسأل الله التوفيق.